بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نعيش الآن أجواء رائعة مع هذا الحفل الذي تقيمه هذه الروضة، روضة براعم. في الحقيقة هي روضة متميزة، نحن نشعر بأن فعلا لديها مناشط عديدة، فهي لا تهتم بالجانب التعليمي فقط، إنما تركز حتى على جوانب الأخرى للطفل، فقامت بعدة أنشطة وعدة زيارات كان الهدف منها هو تنمية مدارك الطفل واطلاع على الحياة العامة، فقاموا بزيارات عديدة لعدة منشآت وعدة مصانع إلى حتى للمصارف، وتعرف الطفل كيف يتعامل الناس والديه مع ظروف الحياة. حقيقة كانت أنشطة رائعة، وخير دليل على ذلك هو هذه الفكرة لم يتقدم بها أحد حتى في المدارس والمؤسسات الأخرى، أن يكون حفل تخرج لأطفال صغار ويعودوهم على أن هناك جائزة في النهاية، وأن هناك تخرج، وهناك لمن يستجد ومن يعمل. فبسكم جميعا نتقدم بالشكر للقائمين على هذه الروضة، ونتمنى لهم مزيد من التقدم والرقي، ونتمنى أيضا بقية مؤسسات تعليمية أيا كانت، سواء كانت خاصة أو عامة، أن تحظى أو تقوم بمثل هذه المناشط. فشكرا لكم جميعا.